80 ساعة بمعدل يومي كل ساعة 18 ساعة. هذا ندواك غرض ديالنا أننا ننوروا الرأي العام الوطني والدولي، وفي نفس الوقت ندينوا صريحات بعض القادة السياسيين الذين لفظهم التاريخ، وكذلك أننا ندينوا البلاغ الصحفي اللي صدرته منظمة بلا حدود، واللي ما كانش فيه تحيادية ولا مهنية، وكان فيه واحد نوع من التأثير على المجريات ديال هذا. غرض من الندوة هو إماطة اللثام على مجموعة من المغالطات اللي كانت يردها المحيطون بتوفيق بوعشرين، واللي سميناهم سياسيو التجارة في البشر وحقوقيو التجارة في البشر. حنا بينا بالدليل الملموس وبالوثائق على أن المحاكمة بوعشرين كانت محاكمة قانونية، الملف دخل بالقانون وخرج بالقضاء، ومحاكمة منصفة علنية. نقول لك من أنظف المحاكمات اللي كتشهد يشهدها التاريخ المغربي في استقلالية القضاء هي محاكمة ديال بوعشرين. الغرض من هذا الندوة هو تنوير الرأي العام فيما يتعلق بقضية السيد توفيق بوعشرين، التي شابها الكثير من الغموض والكثير من المغالطات بفعل فاعل بشكل هندسي مسبق، لهو للناس اللي عاونوه باش يميعوا المشهد الحقيقي ديال هذه المحاكمه ويرجعوها محاكمه سياسيه، وانها لا تتعلق لا براي سياسي ولا براي صحفي ولا بحريه الراي والتعبير، تتعلق بممارسات لا اخلاقيه داخل مكان العمل. حاولنا نبلغ هذه الرساله، انا شخصيا حاولت نبلغ رساله اخرى تتعلق بان هناك من الانتهازيين من استغل قضيه السيد توفيق بوعشرين من اجل الركوب على هذه الموجه، ويبلغ هو مبالغ اخرى ومقاصد اخرى يريد ان يصل اليها عن طريق السيد توفيق بوعشرين. شوف السيد توفيق بوعشرين كانوا كيدافعوا عليه المناضلين ديال بصح كون جاونا بوعليه في المحكمه، فينا هما؟ معروفين المحامون الكبار اللي كيدافعوا على حقوق الانسان، ثم ما عندوش علاقه بحقوق الانسان لانه هو احتقر حقوق الانسان في ديك المراه المتزوجه الحامل التي كانت امامه، في نساء اخريات استغلهن بالتعدد وبممارسات شنيعه وحطمه من الكرامه. هادشي اللي يمكن ما نقول لك. دون اخضاعهن للدعم النفسي وتتبع حالتهن من طرف اطباء اخصائيين